يأتي تنظيم الطبعة الأولى للصالون الوطني للصورة الفنية بمدينة سطيف دار ثقافة هواري بومدين ضمن البرنامج السنوي لدار ثقافة اللي راح يرسخ كمحور رئيسي من ضمن البرامج السنوية اللي تقوم بها دار ثقافة. اللي راح يكون أيام 14 و15 و16 نوفمبر طبعا الأولى تحت شعار وطني تراث وسياحة. دار ثقافة اليوم به دار ثقافة احتضن أعمال فنية لتؤرخ وتبرز التراث للترويج للسياحة الأثرية عبر الوطن. عندنا مشاركة أكثر من 30 فنان يمثلوا أكثر من 20 ولاية. على هامش هذا المعرض فيه جناح خصصناه لورشة دار ثقافة، يعني المنخرطين تاع ورشة دار ثقافة، وكذلك فيه جناح لمعرض خاص بالآلات التصوير القديمة. نحب التصوير، كنت نصور في داخل الاستوديو من بعد خرجت للحياة الشارع، وليت نصور لفيستيفال لبورتري. يعني شفت حوايج رائعين، الله يبارك، يعني شبيبة أعطتنا باقة من الورود، شبيبة تكونت في هذا الجيل الجديد تكونت، ولكن أعطت نتيجة الله يبارك رائعة، وإحنا نتمناه ونطلبه إن شاء الله يكون المزيد من العمل، لأن العمل هو اللي يوصل. ماهوش الفايدة أنا عندي كاميرا عندي كذا راني مصور راني كذا، لا، العمل الجودة في العالم عمل والجودة والاستمرار.